احنا ماشيين في رمضان كل يوم هننافس نفسنا وننافس بعض. اللي يكتشف انه مسحور بسحر من اسحار الدنيا ومفتون بفتنة من فتن الدنيا هيعود، فيبقى العائد لرب العالمين ويترك هذا الحجاب اللي بينه وبين ربنا، هذه المعصية. فإذا عاد وتاب إلى الله صار مريدا، أراد الطريق استقام، وشعاره على المريد ألا يريد. ثم إذا أراد الطريق هيلاقي شيطان وهيلاقي هوى نفس بيطلب منه بعض المعاصي والشهوات، هيجاهد نفسه وشيطانه ينصر ربنا على نفسه، وشعاره ترك ما يهوى من أجل من يخشى. فإذا جاهد اجتباه ربنا، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الاجتباء الاختيار، يرقيه المقام المحبة اللي عشته وحياته وشعاره وشوقاه لمن يراني ولا أراه.